السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو ديال زيت الزيتون اللي وصلتني من المغرب، اللي دار جاكم لايف، اللي زرب عليا دار لايف ما خلانيش نسجل الفيديو ديالي في خاطري، لان انا كنت ناويه كيف ما غنحطو لكم دابا هكا بغيت نصور لكم، لان هنا كاينه المعصره. هاد المعصره ها هي كيف ما كتبان لكم هنا دابا، عرفتي راه النظافة التامة والآلات فيها زوينين والموظفين فيها، راه غنسميهم موظفين هذوك العاملين اللي فيها، عرفتي كيفاش غنلبسات ديالهم، داكشي كلشي نقي وكلشي بالليقات بالكوانتي، ديك التوتة اللبسة ديال الخدمة عندهم كلشي زوين. المهم النقا هو اللي مهم في هادشي كاع اللي بغيت نوصل لكم. الزيتون ها هو، غادي نوري لكم الزيت ديالي اللي وصلتني انا، هو هاد الزيتون هذا. من بعد ما كي الزيتون راكم عارفين الزيت ديال البلاد ديالنا واحد ديال بني ملال، راه تقريبا هي احسن زيت كاع في المغرب واحسن زيتون معروف عندنا. كاينين بزاف ديال المناطق اللي فيهم، ولكن بالنسبه لي انا هي احسن زيت واحسن زيتون، اللي بغى واللي كره ما عنديش مشكل. المهم حيت كان عندي مشاكل مع المعده، ولكن الزيت الوحيده اللي كتوافقني هي هذيك، يعني بالنسبه لي انا احسن زيت واحسن زيتون هي هذيك ديال المناطق ديالنا واحد ديال بني ملال، هي هذه بين الفقيه بن صالح وبني ملال. الزيتون ديالها هو هذا، من بعد ما تساس الزيتون وراكم عارفين المراحل ديال السوسان ديالو كيفاش دايره مع الخدمه وداكشي، ما سولتهمش في الحقيقه على واش كاينه الاله باش كيسوسوه او لا ساسوه غير باليد بهذوك سميتو العصي، ما سولتش هاد المرحله هذه. ما هنا في ايطاليا شفتهم كيسوسو فيه بواحد الماكينات كيركبوها في الشجره، واحد الماكينه بحال الموتور، وكتبقى ترعد في الشجره كلها، وكيدير واحد الباش لتحت كيتلاح كلشي الزيتون كيجمعوه كامل مره واحده، كيجمعوه يعني بلا ما يبقاو. كان في القديم كانوا كيسوسو غبليد وداكشي، كيبغي الوقت كيطلب. شوفوا ما شاء الله، لان التربه ديالنا ديال بني ملال هذيك المنطقه هذيك كلها صالحه، يعني كينوض فيها داك الزيتون واعر. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الزيتون ها هو، من بعد ما تساس وكيبداو يحطوا فيه هنايا باش كتبدا المرحله ديال العزل ديالو، باش كيعزلوه باش كيشوفوا اللي مزيانه اللي خاسره، اللي يعني هادشي كله فيه الخدمه، ماشي ساهل غير كيلحقوا ويعصروه ولا هكا كتحطوه. ها هو كيبداو يهزوه هكا، كي ملي كيتعزل كيديروه عاوتاني في صنادق، ومن الصنادق عاوتاني تيبدا يترتب يتغسل. يعني بزاف ديال المراحل اللي بزاف ما كيديروهاش في الحقيقه هاد العمليه هادي، الا غير كيهزو نيشان من الشجره كيديه نيشان كيلوحو يتطحن.
وكاع كلشي دوك الباساج، يعني كلشي اللي داز منه الزيت اللي وصل ليا ليها هو هنايا. راكم شفتوا البارح مع جاكمو فاش يلاه وصلنا خوا منه شي قرع يعمرهم ليا، وما تبقى هو هنا غادي نخوي معكم دابا انايا. وعلاش درت معكم هذا الفيديو؟ لان بزاف ديال التعاليق البنات كيطلبوا الزيت واتصلوا مع الاخوان ديال اصحاب الزيت، وانا فرحانه ان هادوك غادي يشريو وهادوك غادي يبيعوا. الصراحه هادوك غادي ياكلوا شي حاجه زوينه وهادوك حتى هما غادي يبيعوا، يعني كل واحد كيكون متنفع، لهذا الله يسهل على كل واحد. المهم انا غادي نكمل ليه دابا الخويان، غادي نخويو كلشي هنايا في هاد سميتو القراعي. ما كملناش ليه البارح لان القراعي بقاو فاسدين، لقيت القراعي فاسدين وخليت دابا شعلت سخونه مزيان البارح في الدار وخليتهم تحت دوك سكالدامينتو ديال السخونه تسخنوا مزيان، وعاودت مسحتهم بالكارطه، دخلت ليهم الكارط فيهم لداخل وبواحد المشوه، وبقيت كنمسح حتى نشفتهم مزيان القراعي اللي كانوا فاسدين. ودابا عاد باش غادي نخوي فيهم هاد الزيت اللي تبقى، وهاد العمليه مهمه بزاف ماشي غير شويه. نتمنى انكم تحافظوا عليه بطريقه زوينه الا بغيتوه يبقى لكم دائما. فتشامو غادي يصجعكم. ودابا غادي نكملوا ليه الخويان كيف ما قلت لكم، ولكن غندير هاد العمليه هنا انايا دابا ماشي بحال تاعكمو يقول لي الدنيا البارح كلشي في الطبله كاع كلشي توسخ، دونك غادي نديرو هنايا بالمساعده ديالو دائما. غادي نجيب القراعي نحط هنا هكا وغندير هادي وين معنا سي غراسي، هنا غادي نديرو مسكين الكوزمين. انا باقا فهاد تقريبا شي 20 ايترو اللي باقا تقريبا هنايا، شي جوج بودي زيت من هادو ألسن بوكينو هاد الزعلم. شفتوه؟ راكم شفتوه كيفاش خارج من المعنصره، وهانتوما كتشوفوا دابا عاوتاني كيفاش كينزل من هنا. هنا غادي نخلي لكم الارقام ديال الاخوان كلهم. البنات قالوا لي ما لقاوش صندوق الوصف، ما عرفوش كيفاش يدخلوا لصندوق الوصف. انا غادي نكمل هذا الشيء وغادي نمشي للبيسي دابا، وغادي نوري الاخوات اللي ما كيعرفوش يدخلوا من صندوق الوصف كيفاش يدخلوا باش يعودوا يلقاو اي حاجه مكتوبه فيه. باسطة جاكم كيو دور كيو دور ماما ميا، واحد الريحه خارجه منه ريحه الزيتون مدير. هادشي هاد الزيت هذا عرفتو راه سنين انا ما شفتوش، ملي كنت صغيره ما شفتش هاد الزيت هذا بهكا. باسطة 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 اوكي صافي. غنخلي لكم الارقام هنايا مكتوبين الفوق، وحنا غادي نستمروا بهاد العمليه حتى نكملوا. وبالنسبه للاخوات اللي فين ما كيسكنوا غنخلي لكم الاسم ديال المعنصره حتى هو الفوق هنايا، فين ما كانوا في المغرب ولا في اي بلاصه في العالم كامل غنخلي لكم السميه ديال معنصره، سميتها معصره المير. غادي تحطوها في جوجل، غتكتبوها على جوجل وغتمشيو للمابس يعني الخريطه، وغتديكم حتى للدار، غتديكم حتى للمعنصره عندهم، يعني ما غاديش حتى الفوق اللي بغى يمشي نيشان. والارقام ديال التليفون غنخليهم لكم انايا باش تواصلوا معاهم. كيف ما قلت لكم راهم من اطيب خلق الله هذوك الاولاد، هذوك اللي كيبيعوه طيبين بزاف وكيتعاملوا زوين. والزيت دابا غيتعاملوا معكم احسن لان هبط دابا الثمن ديالو، يعني الثمن اللي باش خديته انا غادي يكون اقل ان شاء الله اللي بغاه دابا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما استفنا كلشي الزيت هنا في القراعي ديالو، دابا غادي ندير ليه سميتو تيكيتات ديالهم، كنكتب فيهم التاريخ والسنه باش نعرف انت كيسالي انت شحال كيبقى فهمتوا، باش المهم باش نعرف الزيت ديال اش من عام وديال من ومنين جا ولا كشي. دونك غادي نكتب دائما انا كنكتبو بسميه حسنة، وكندير 2019 يعني ديال الاخر ديال 2019 كندير هكا نوستا كو اوكي. ازنا 2019 صافي، وغادي ندير ليهم كلهم وغادي نكمل. المهم راه الشكل النهائي ديال الزيت ديال المحافظه كيفاش كنحافظ عليه هو هذا. وبالنسبه لهذاك اللي فهاديك ديال الالومنيوم كنخليه عندي في الكوزينه هذيك، فين ما بغيت تنبغي نهز في الطبيصين ولا في سميتو في كاس ولا باش نبغي ندير شي حاجه، ها كندور هذا الروبوني هكا وتيهبط ليا الزيت هكا شفتو
كنهبط وكنبرك عليها هكا. ملي كان سالي صافي كنعاود ندورو الفوق، تيبقى الفوق هكا، تيبقى الزيت يعني محتفظه به تما. هادي تنخليها قريبه ليا هنايا لتحت، وهادو كنخزنهم دابا في الظلام في واحد البلاكار، كيبقاو مخزونين في الظلام. انتم شوفوا معايا هنا جاكمو، هو ديرو تحت حوايجو، الطبقه التحتانيه ديال الماريو ديالو حطوا فيها. ها هو صافي. دابا غنمشيو باش غنوريكم الانفو بوكس، هذاك سميتو صندوق الوصف اللي قلت لكم، اللي قالوا لي بزاف ديال البنات كاتبين في التعاليق ديال جاكمو ما عرفوش صندوق الوصف فين كاين. غنوريكم دابا صندوق الوصف، ولو انني قلتها لكم في الفيديو، دابا غنوريه لكم باش تعرفوه مزيان. اي وحده بغات تدخل لشي فيديو كتقول لكم، شي وحده كتهضر في الفيديو كتقول لك غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. انا غنوري لكم دابا باش تعرفوه، يعني ما فيها باس اللي ما عارفاش. انا واحد الاخت كتبات لي قالت لي ما عرفتوش، عطيني عافاك الرقم، قلت لي انا حطيته في صندوق الوصف، والمهم قالت لي ما عرفتوش. صافي دابا غادي نعاود نوريه لكم باش تشوفوه كاملين معايا جميع. يلا اجيو معايا. ها انتم كيف ما قلت لكم، هذا هو الفيديو. ندخل دابا الفيديو اللي بغيت، انتو ها هو هنا لتحت ديال الفيديو. كي كونونتي كي كوز الانفو بوكس. دابا انا دخلت من البيسي، ما عنديش هنا داك المثلث، ما كاينش هنا، كيعطيني مباشره هكا هنايا، كيعطيني مباشره. ها هما الارقام كاتبينهم هنا، كاتبه احمد ويوسف، وكاتبه داكشي اللي بغيت انا. دابا غنوري لكم من التليفون، ما كيتسحبنيش غنلقاها حتى في البيسي، ولكن ما كايناش في البيسي، كطلع اوتوماتيكمان لتحت هنايا كتبان. دابا غنوري لكم من البورتابل. هنا كيف ما قلت لكم تدخلوا لاي فيديو بغيتو نتوما، غادي ندخلوا حنايا لهذا ديال جاكوم وديال الزيت، هو هذا. ها نتوما ها هو سميتو صندوق الوصف، هو هذا. كتلقاو واحد المثلث دائما الفيديو كديروه في يوتيوب هكا، كتشعلوا اي فيديو كتلقاو هذا المثلث، ها هو كتبركوا عليه هكا. ملي كتبركوا عليه كتلقاو هنا، ها هما الارقام، شفتوهم كيبانوا لكم الارقام، هما هادو، هادو هما الارقام، ها هما شفتوا الارقام، هما هادو. المهم كتبركوا على هذا المثلث باش تعرفوا الفيديو انت تحط، كتكون التاريخ ديالو، وكتكون هنايا الارقام ولا داك الوصفات. ولا ندخلوا حنا لشي فيديو اخر كاع عادي، حنا نخرجوا كاع من هاد جاكومو. ندخلوا عندي انايا ديال مطبخي، نشوف فين هو. نو ما بين، ندخلوا حنايا لشي يوتيوب اخر، ندخلوا مثلا عند هادي ما كنعرفوهاش، ندخلوا نشوفوا المثلث هنايا عندها. ها هي شفتوا واش كاتبه، كاتبه المكونات كلشي، الوصفه ديالها ها هي، شفتوها هكا. هادشي اللي كاين هو هذا. يلا نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، كونوا استفدتوا معنا وشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد. واللي بغات الزيت ما ترددش تصل مع الاخوان، وراهما غادي اي امكانيه اللي كانت هما في استطاعتهم، وكانت في استطاعتكم نتوما راه غادي يديروها معاكم. الا كنتو بعاد غيصيفطوا ولا ما يصيفطوش، ولا اللي كانوا في المغرب، بالنسبه للمغرب قالك راه اي فين ما كانوا كنصيفط لهم مع الكار، كيعرفوا الدراري وهكا. يلا شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنساوش جميع عجبكم فيديو، مع السلامة.